السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو سومودي. هذا النهار ان شاء الله غادي نطرقوا على واحد الموضوع اللي سبق لي الاشارة ليه، الا وهو الاسهال عند الارانب. ملي مشيت عند طبيب بيطري عطاني واحد الدواء، وهو في الحقيقة راه موجود متناول في متناول كل بيت، الا وهو الخل ديال الطعام العادي. قال لي انك تخلط 2 معلقات صغار مع يترو ديال الماء، تخدهم مزيان وتكبوا لهم في الشرابة ديالهم باش يشربوا. إذا لاحظتوا معايا أن أعزكم الله الأوساخ ديالهم دابا، إذا لاحظتوا معايا راهي بدات كتبدل، راه هادو باقي ما براوش. شوفوا الأوساخ ديالهم كيفاش دايرة، راه مسكين دابا، راه هاد الأرنب الصغير راه تقريبا ما كلاش هاد النهار. حنا غادي نتبعوا هاد الدواء واش غادي يفيدهم أو لا. هذه هي التجربة اللي غادي نقدمها لكم مع هاد الارانب ديالي، يعني محاربة الاسهال. كيفاش غادي نحاربوا الاسهال؟ لا لاحظتوا معايا ان الاكل ديالهم راه من البارح ما كلاوش الاكل. انتم كيما خليتوا لهم، ها هما هنايا، هما الارانب الصغار، ها هما راهم فاقدين الشهية وكرشهم بقى جارية، وكل شيء هاد الشيء من تغيير ديال الاكل، تغيير ديال الاكل اللي كنت عليه شحال هادي وكنت مصيتكم عليه. ولكن انا غلطت في الحقيقه، انني كنت كنعطيهم هاد الفصه اليابسه، يعني الناشفه الجافه، وليت كنت كنعطيهم باش نقتصد شويه. شريت الفصه العاديه يعني الخضراء وعطيتها لهم لمده 3 ايام. ها هي 3 ايام راهم كافيه انك تشوفوا، كتشوفوا الارنب راه حزين وعينيه طايحين وما راه مريض، راه مريض كتحس بيه كيعاني. انا غادي نتمشى معاهم بهذا السيستم اللي قال لي هاد السيد الطبيب البيطري، انه قال لي 2 معلقات صغار في الماء العادي، تخضهم مزيان في طرو ديال الماء وتقدموا لهم هكا الماء، كتعطيهم في الماء. انتما ان شاء الله الفيديو المقبل غادي نخبركم عاوتاني واش راهم كلاو ولا راهم ما كلاوش. غادي نتسناهم الغدا ان شاء الله. انتما الارنب الاخر حتى هو ها هو، يعني حاولت انني هذا النهار ما نخرج فيهم نخليهم، ولكن لاحظت انهم ما كلاوش الماكله. انتما كتشوفوا الماكله راه باقا كما هي، نشيل لهم السيكالين ها هو، زعما غادي نشري لهم السيكاليم، غادي شويه غادي يقاد لهم كرشهم، ولكن هما ما كلاوش. دابا انا كننتظر منهم غير انهم يشربوا الماء باش يبراو. انتم لا لاحظتوا هذا شويه، شوفوا عزكم الله الفضلات ديالو راه شويه بدات كتقصح. انتم الا لاحظتوا معايا راه شويه بدات كتكركب، ما بقى ولات كتدور، كتخرج وهي مدوره، ما بقاش كيما البارح كانت كرشهم بحال هذا الشكل. هذا مسكين راه باقي مريض. انتم لاحظتوا معايا، لاحظتوا الا كيبان لكم ان كرشو مسكين راه باقا جاريه بزاف وراه كيعاني مسكين. انايا جات مع العيد درت هاد المحاوله انني ندير لهم هاد الطريقه اللي قال لي ديال الخل، واني كنتسنى دابا النتيجه. النتيجه في الحقيقه راه غير مرضيه، لانهم ما كلاوش، انهم بداو يفقدوا الميزان ديالهم. وحذاري حذاري خوتي انكم ديروا بحال الخطأ ديالي اللي هو الاكل الاخضر، ما تكثروا لهمش منه. تقدروا تعطيهم، انا شحال هادي ما كنتش كان كا 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 ما كنعطيهمش كاع، كنت كنعطيهم ولكن بواحد النسب قليله، وكنركز لهم على اما السيكاليم او الاعشاب اليابسه. انا كنقول لها الفصه ولكن كتكون يابسه، انت الا لاحظتي معايا كتكون يابسه، هما كتكون يابسه. انا غلطت عطيتهم الفصه وهي خضراء، حقيقه راه هي اللي دارت لي المشكل. وكننصحكم انكم ما ديروش هذا الخطا، وهذه الفيديوهات ما هي الا تعليميه، حنا كنديروا تجارب والكمال على الله. انا كنطلب لهم ان الشفاء ان شاء الله. ولا كانت عندكم شي تعليقات او عندكم شي طريقه ان هاد الارانب تبرى، المرجو الاتصال
في اقرب وقت انتم كتشوفوا انهم فاقدين الشهيه ديالهم. واحد السيد مصري كنت دخلت في واحد الفيديو قال لك لا راه يقطع عليهم الماء وراهم ولاو مزيانين، قطع عليهم واحد 3 ايام الماء زعما ان كرشهم غادي يتقصح، ولكن منين سولت قالوا لي بالعكس، الناس هذا الطبيب البيطري قال لي بالعكس خصك تعطيهم الماء ماشي تقطع عليهم الماء، لان كرشهم كت 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 كتجرى وكيولي خاصهم الماء اكثر. حتى بالنسبه للانسان ملي كيكون عند شي واحد عنده الاسهال خاصو يشرب كميه ديال الماء اكثر. اذا هذا الفيديو هذا اللي ديال هذا السيد راني تفرجت فيه في الحقيقه راه غلط، انا دابا كنعطيهم الماء ماشي كنقطع عليهم الماء، بالعكس كنعطيهم الماء وفي انتظار الشفاء العاجل ان شاء الله. انتما الى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.